في استاد بورسعيد. جاءت المباراة مثيرة قوية في شوطها الأول، حيث لعب الفريقان بطريقة هجومية، أما في الشوط الثاني فقد اتجه الزمالك إلى الحرص. سجل هدفي الزمالك جمال عبد الحميد في الدقيقتين 13 من الشوط الأول والرابعة عشر من الشوط الثاني. اتجه الزمالك إلى الحرص محاولا التغلب على الرياح الشديدة في الشوط الثاني، إلا أن المصري سيطر على معظم أحداث هذا الشوط.